سائلة بتقول أنا بصلي والحمد لله، بس زوجي يعني منقطع، وحاولت أن أنا أصلح من حاله وأخليه يصلي، بس مش عارفة، مش بيرضى، وبيقول لكم دينكم ولي دين. وطول ما أنا بصلي وقريبة من ربنا سبحانه وتعالى، أنا بكره عشرتي ليه وببقى عاوزة الانفصال، لكن لما بقرب منه ببعد كل البعد عن صلاتي وقرآني بدرجة غير مقبولة، ونفسيا لما ببتعد عن ربنا بكون عصبية ومش مرتاحة، أعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. في مجموعة من الإجراءات هنصح حضرتك بيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أول حاجة إنه على حضرتك من وقت للتاني في لحظات الصفاء والأنس بينكم، يعني مش بلغة الأستاذة اللي بتعلم تلميذ، أو الموجهة التي توجه إنسان بعيد عن الطريق، لا، فيها أنس ومودة، إنك توضحي لزوجك أهمية هذا الركن العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام، وإن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وإنك تبيني لهذا الزوج الكريم خطورة إنه يأثر في أداء هذا الركن، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فكيف الإنسان يغلق الإنسان المؤمن على نفسه هذا الباب من المدد والمناجاة لله سبحانه وتعالى. الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة لأمته، وإنه لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ومن يحافظ على الصلاة، ده بتكون له حفاظه على الصلاة ده نور وبرهان ونجاة وفلاح يوم القيامة. عايزة حضرتك برضو توصلي النصح والإرشاد وتتدرجي في مسألة النصح، وتراعي طبعا فقه المصالح والمفاسد والمآلات، إمتى أنا أنصحه ويمكن لما أنصحه في وقت معين يؤدي ده قدام، يقول الموقف ده إلى أنه ما يسمعش كلامي وأنه يدخل معايا في عند، لكن مثلا في وقت تاني أصفى وأسمع ليا، لو أنا اتكلمته هيبقى أكثر رعاية للمصلحة، لأن ممكن يكون ليا أسمع ولما أقول أكثر قبولا، فده حضرتك أكثر دراية بيه. فأنا أتدرج في النصح، ومش على طول على طول، من وقت للتاني من وقت للتاني، وأكون صبورة. النبي ده كان سمت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعظ الناس بنوع من التدرج وليس بإلحاح، في تدرج ومن وقت إلى آخر عشان النفوس ما تكلش وتمل. وربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى قضية مهمة في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. لو نلاحظ هنا مدى دقة التعبير القرآني في كلمة واصطبر، يعني المطلوب مش مجرد الصبر العادي، لكن إحنا عندنا قاعدة في اللغة العربية، الزيادة في مبنى الكلمة تدل على زيادة في المعنى، يعني لما ما قالكش واصبر عليها قال واصطبر، ففي زيادة في المعنى، يبقى ده في زيادة في المبنى، يعني زيادة في المعنى، فالمطلوب هو مزيد من الصبر والمصابرة عشان يستطيع الإنسان مش بس أنه يصلي ويقيم الصلاة على الصورة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، فده جهاد. عليكي كمان أنك تدعميه وتساعديه وتعينيه، المعونة الفعلية، زي إيه؟ أشجعه، يلا بس قوم دلوقتي صلي معانا، صلي بينا يا جماعة، أنا مش هصلي تاني، ما أقول له معلش قوم صلي بس بينا دلوقتي وبعد كده إن شاء الله ربنا يصلح الحال، فتقوميه يصلي معاكي ومع الأولاد، دي معونة عشان تتعودوا على ده. وخليكي صبورة، من أراد أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، رويدا رويدا إن شاء الله ربنا إن شاء الله يقر عينك بإنك تشوفيه من المقيمين الصلاة. ولازم تعرفي انك في جهاد، انت في جهاد في جهاد عشان تاخدي بايده لرضا ربنا فتفوزوا جميعا في الدنيا والاخره، وتصبري على ما يصنع ده عشان تاخدي بايديه، انت في جهاد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، فاصبري واحتسبي واستمري في هذا الامر، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديكي الى الطريق القويم. عليكي بدوام التوجه إلى الله تعالى واللجوء إليه والحرص على طاعته سبحانه وتعالى، دي من الأسباب المعينة على
أو المعينة لصلاح الأهل والذرية. هو لو نتذكر في سورة الأنبياء لما قال الله تعالى عن سيدنا زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ده كان إجابة إيه؟ ده كان إجابة الكلام ده وما ذكره الله تعالى، كان إجابة دعاء سيدنا زكريا لما دعا مولاه، لما قال الله تعالى، قال سيدنا زكريا، وزكريا كما حكى القرآن الكريم: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء نبي الله زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لأن الإجابة كانت على دعائه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وانت عايزة إصلاح هذا الزوج، فتدعي بهذا الدعاء، دعاء سيدنا زكريا، مع دوام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وانك تسأليه الهداية. الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي أن نغفل عنه. الدعاء سلاح للمؤمن لا ينبغي أن يغفل عنه أبدا. وفي يعني الآخر عايز أقول لحضرتك، مهما كانت اللحظات عصيبة عليكي، ومهما كان إنك أنت بتشوفيه مش على طاعة ومش على استقامة، وده أحيانا بيأثر عليكي بالسلب فتلاقي نفسك عايزة تسيب الصلاة، لا، لا تتركي الفرائض بحال من الأحوال، هي خير معين لحضرتك على الجهاد فيما أقامك الله تعالى فيه. مع كثرة الذكر، فإنه بكثرة الذكر وبذكر الله تعالى تطمئن القلوب، وربنا يعينك إن شاء الله تعالى.